طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي واحد من نجوم الفن، بقى هنبعد عن نجوم الرياضه شويه، واحد من نجوم الفن النجم كريم فهمي معانا على التليفون. مساء الخير يا كريم. مساء الصوت واطي شويه، صوتي طب انا هحاول اعلي الصوت واحاول الزملاء في الكنترول كمان يعلوا الصوت شويه. اهلا بيك في السادسه، وانا عارف انه كريم فهمي من يعني الاهلاويه الجامدين جدا، وبينتمي لعيله يعني اهلاويه كبيره جدا. اهلا بيك يا كريم معانا. اهلا بيك. لا خلي بالك احنا انا كنت بروح النادي الاهلي وانا في بص لسه بطل الدفع الاستاذ احمد عامل ايه. اهلا بيك. اهلا بيك الدكتور عبد الرحمن، ووفائي طبعا صديقي وحبيبي والدكتور العظيم يعني. اهلا بيك معانا. اهلا بيك. أهلاً. كريم تعرف دكتور وفائي من قد ايه تقريبا؟ والله مش من بعيد قوي ولا من قريب قوي، بس خلي بالك وفائي عكس الناس العشريه والمريحين نفسيا يعني دايما انا بقول ان الدكتور لازم يبقى على طبعا لازم يبقى عنده علم قوي جدا، ولازم يبقى في دراسه جامده جدا، وده ده شق، وشق تاني ممكن تبقى مستريح نفسيا، ده اكتر حاجه بتلاقيها بس الدكتور وفائي يعني. انا عارف طبعا انه يعني تقريبا كل الـ 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 كل حد في الشو بيزنس بقى، كل حد ليه جمهور، كل واحد ليه شعبيه وجماهيريه، دايما بيبقى حريص على مظهره وعلى لياقته البدنيه وعلى صحته وشكله. في اوقات كتير جدا كنا بنسمع انه الناس لما بتتعب بتسافر بره، او الناس لما بتتعب بتعمل تشيك اب بره وبتروح لدكاتره بره. بيتهيألي في جيل جديد من الدكاتره المصريين والمتخصصين يا كريم قدروا يغيروا الفكره دي، وقدروا يعني يقدموا هنا حلول وبدائل، ما تخليناش نروح للبديل الاجنبي زي ما بيقولوا. ده حقيقي، ده حقيقي، ده فعلا يعني. وعلى مستوى كل المجالات خلي بالك، كل مجالات الطب عموما هتلاقي في كل مجال في الطب او في كل قسم في الطب هتلاقي كذا حد مميز قد يكون كمان اصلا من بره، بس طبعا بتلاقي يعني عارف ان انت بتساوي ازاي دلوقتي، انت بتساوي زي دكتور وفائي كده يعني وفائي من الناس اللي انت يعني انا كنت رحت وفائي كان عندي بروجكت مخبوط وخدتها كده. عايز اقول لك بعد فشل واحده جاب لي طليق الله اكبر عليه بتهرج معاك انت بتضحك طبعا. لا طبعا كويسه خالص. عايز اقول لك بس انا ربيت وكتف ظهر ورقبتي، انا رايح لبايظ خالص دلوقتي ما شاء الله الحمد لله الله اكبر يعني بتعافى خالص الحمد لله على سلامتك يا رب بخير دايما. تقول ايه الكلام ده يا كريم؟ لا اقول له اشوفك بكره يعني. يلا يلا ان شاء الله حبيبي. حابب تقول حاجه سلامي لي؟ سلامي لي جدا طبعا. سلامي دكتور عبد الرحمن. اشكرك كريم. ميرسي، بشكرك شكرا جزيلا النجم كريم فهمي، بشكرك على التواصل معنا في السادسه.